ترى لو سألتك تنطق الثلاث كلمات دول في الباست بتاعهم بإضافة الدي في آخر الكلام، هتعرف تنطقهم؟ نسمع كده: need needed like liked move moved. ايه الاختلاف وازاي انطق حرف الدي آخر الكلمة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. تابع معايا الفيديو للنهاية ويلا بينا نبدأ. بيقول لي عشان تنطق حرف ان الفاظ حرف الدي لازم اشوف ثلاث قواعد ذهبية اساسية، لو اتعلمتهم هعرف انطق حرف الدي في كل الكلمات. اولا، القاعدة الاولى، اذا كان الكلمة اللي قصادي دي منتهية ب اول حاجة دي اي دي او تي اي دي، في اللحظة دي بنطق الصوت اد. ناخد بالنا من الصوت اد. يعني مثال على الكلام ده بيقول لي نيد، بقول هنا needed، طبعا ببطئها عشان تعرف تنطقها need needed want wanted. شايفين نفس الحروف دي اي دي او تي اي دي بنطقها اد. الحالة التانية، لو الكلمة منتهية بحاجة اسمها voiceless. ايه الفويسلس؟ دي حروف في الانجليش ما بتعملش اهتزاز في الاحبال الصوتية، يعني هنعرف شكلهم ونحفظهم وبعد كده هنشوف الكلمات اللي بتيجي معاهم هننطقها ازاي. طيب لو جاي مع حاجة اسمها voiceless اللي هي الحروف دي ال C ال F H K P Q S T أو CH أو SH، دي ما بتعملش اهتزاز في الأحبال الصوتية، هنا هننطق ال D بعدهم كأنها ت ت يعني زي حرف ال T. بصوا كده like. حد يقول لي خلصانه بايه؟ انا قلت لك الصوت مش الحرف المنتهي، انا هنا بركز على الاصوات. لايك بقول لايكت، بوش بوشت، بعد كده بقول ايه؟ طبعا هنا في سوري في حرف الاي زياده، هيلب هيلبت، بنطقها كانها تي، بنطقها كانها ايه؟ تي. على العكس تماما اخر حاله معانا، لو الكلمه منتهيه بحاجه اسمها voiced sound، يعني حرف او voiced letter، يعني حرف بيعمل اهتزاز في الاحبال الصوتية. طبعا كل الحروف المتحركة ال A E I O U بيعملوا اهتزاز، وكمان معاهم الحروف دي. هناخد بالنا في فرق بين ال B، ده ال B الخفيفة اللي هي A B like boy، دي بتعمل voice، ده بتعمل اهتزاز، اما التانية اللي هي P ما بتعملش. فهنا لو في وراها حاجة بقول ايه بقى؟ بنطقها د د. هناخد مثال، يبقى عندي حروف متحركة ال B وال D وال G وال J وال L M N R V W X Y Z أو Z. الحروف دي بتعمل حاجة اسمها اهتزاز في الفوكال كوردس أو في الأحبال الصوتية اللي هي بنتكلم منها. طالما حصل اهتزاز بنطق ال D بالصوت بتاعها الطبيعي وهو د د. الأول خالص كان اسمه إد لكن ده اسمه د. تعال ناخد مثال، بيقول لي هنا move moved call called د د د. واخدين بالنا؟ دي ثلاث قواعد أساسية لو أنت اتعلمتها مش هتغلط تاني في نطق حرف الدي. طبعا في اكسبشن يعني او في برضو استثناءات كتير، مش كتير قوي، ممكن نعملها فيديو تاني ونقول عليها. لو عجبكم الفيديو، لو وصلت لغايه هنا اشترك معانا في القناه وقول لنا رايك في نوعيات الفيديوهات دي، لو انت عايز زيها قول لنا، او في حاجه انت عايز تفهمها ممكن نشرحها لك على القناه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.